أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. بعد فشل ميليشيا أسد باقتحام بلدة الكرك الشرقي، اتفاق جديد مع أهالي البلدة بمداهمة منازل 19 مطلوبا. ميليشيا قصد تفرق بالرصاص الحي، مظاهرة شعبية بريف دير الزور احتجاجا على الفساد والأوضاع الأمنية. مواطن ألماني يرفع دعوى بحق جهاز الأمن التابع لميليشيا أسد بعد اعتقاله في أحد الأفرع الأمنية. حملة ترامب الانتخابية تواصل التشكيك بنتائج بعض الولايات، وبايدن يبدأ بتعيين أول موظفيه في البيت الأبيض. إعصار يضرب الفلبين مصحوبا برياح قوية يقتل شخصا ويحتجز المئات على أسطح المنازل. جابر القرون شوي. أهلا بكم. شنت ميليشيا أسد حملة مداهمات على بلدة الكرك شرق درعا للبحث عن مطلوبين بعد أن فرضت حصارا على البلدة ومنعت الأهالي من الدخول والخروج منها. وبحسب مصادر محلية فقد تم الاتفاق بين أهالي بلدة الكرك الشرقي والأجهزة الأمنية التابعة لميليشيا أسد على الدخول إلى البلدة للبحث عن 19 مطلوبا هاجموا في وقت سابق حاجزا للمخابرات الجوية وقتلوا عددا من عناصره. كما تضمن الاتفاق أن يتم مداهمة منازل المطلوبين فقط بوجود عناصر من اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس. ونبقى في درعا حيث أقدم مجهولون على اغتيال قيادي سابق كان يعمل ضمن صفوف فصائل المعارضة في المحافظة. وأفادت مصادر محلية أن عملية الاغتيال تمت على طريق الواصل بين محافظتي درعا ودمشق، حيث أطلق مجهولون النار على القيادي السابق والملقب بمرزوق الشرعة أو أبو همام، حيث أقدموا على حرق سيارته بعد مفارقته الحياة. وعبر الهاتف ينضم إلينا أيمن أبو محمود وهو الناطق باسم أحرار حوران معنا من عمان. أهلا بك أيمن، ما هي آخر التطورات في الكرك الشرقي إلى هذه الساعة؟ نعم، السلام عليكم، حياكم الله. يعني حقيقة أقدمت ميليشيات الفرقة الرابعة اليوم صباحا على تفتيش منازل 17 شخصا في بلدة الكرك الشرقي بحضور عناصر محليين من اللواء الثامن المدعوم روسيا، بالإضافة يعني إلى برفقة قائد اللواء 52 ميجا وبحضور وفد روسي يعني مؤلف من مدرعات روسية دخلت إلى بلدة الكرك الشرقي أيضا برفقة ميليشيا الرابعة. يعني حقيقة عملية التفتيش جرت يعني وتمت عملية التفتيش بشكل كامل لمنازل 17 شخصا في بلدة الكرك الشرقي، لم يتم تنفيذ أي عملية اعتقال حقيقة، لكن هناك يعني ميليشيات الرابعة حاولت تعفيش عدد من منازل المدنيين و قد وقف بوجههم العناصر المحليين من أبناء محافظة درعا ممن يعني انضووا بعد التسويات في صفوف الفيلق الخامس، وحدثت خلاف يعني بسيط إلى أن انتهى، وتوجهت ميليشيات الرابعة إلى مجلس بلدية الكرك الشرقي، ولا زالت حتى هذه اللحظة هناك الميليشيات يعني وتهدد هذه الميليشيات يعني وبعثت برسائل للمطلوبين بتسليم السلاح الذي تم اغتنامه خلال الهجوم الأخير على حاجز المخابرات الجوية غربي الكرك الشرقي. طيب أيمن، ما هي المبررات التي قدمتها هذه الميليشيا للدخول وتفتيش 19 منزلا فقط؟ نعم، يعني حقيقة الميليشيات تحاول حقيقة يعني وهو كان اتفاق يعني قد تم يوم أمس وقد جلبت التعزيزات إلى الكرك الشرقي في محاولة حقيقة لإعادة هيبة النظام بعد مقتل المقدم سوحان عثمان ويعني برفقته عدد من عناصر النظام على حاجز المخابرات الجوية. يعني أود أيضا بالإضافة أن ميليشيا الفرقة الرابعة
عبر صفحتها على الفيسبوك نشرت صورا يعني لمقاتليها داخل الكرك الشرقي اليوم صباحا، زاعمة إلقاء القبض على معتقلين بعد زعمها بتحرير الكرك الشرقي، وهذا حقيقة يعني يندرج في سياق يعني أمام حاضنة النظام أننا قد دخلنا إلى الكرك الشرقي وحررناها ممن يسموهم بالإرهابيين. حقيقة هذا تعودنا على هذا السيناريو من قبل نظام الأسد وشبيحته. طيب فقط للتوضيح يعني أيمن، هل كان هنالك أي اعتقالات في الكرك الشرقي؟ أسلفت أنه لم يتم أي حالة اعتقال أبدا، والفيلق الخامس كان ضامنا لعدم حدوث أي انتهاك من قبل نظام الأسد حين دخوله إلى بلدة الكرك. يعني أسلفت أن يعني أيضا نظام الأسد ويعني الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي الموالية للنظام جيشت خلال الآونة الأخيرة ضد بلدة الكرك تحديدا وضد محافظة درعا، ونشرت أخبار كاذبة عن مقتل عناصر لها أيضا في درعا، وهذا حقيقة منفي جملة وتفصيلا. ما حدث هو الهجوم الأخير على حاجز المخابرات الجوية قبل عدة أيام، وكان ذلك فزعة لمدينة درعا التي شهدت مناطقها الجنوبية لاقتحام من قبل ميليشيا الرابعة، ثم ما لبثت إلى يعني أن تراجعت. طيب ما هو دور الوفد الروسي الذي رافق الفرقة الرابعة وأيضا الفيلق الخامس إلى الكرك الشرقي؟ يعني حقيقة دوره كان دور المراقب فقط. الميليشيات أقدمت على تفتيش المنازل دون حدوث أي اعتقالات، دون يعني حدوث أي يعني نوع من التعفيش الذي كانوا يريدون حدوثه، لكن الوفد الروسي فقط حضر إلى مجلس بلدية الكرك ولا زال حقيقة حتى هذه اللحظة هناك. طيب. كان دوره دور المراقب فقط. نعم، هذا دور المراقب أيضا يعني يدفعنا لتسليط الضوء على دور اللجان المركزية اليوم في درعا، كيف تراقب المشهد في الكرك الشرقي وهل من تصريحات أو بيانات لها؟ نعم، يعني بلا شك أن يعني اللجان المركزية في محافظة درعا يعني تقف إلى جانب بلدة الكرك الشرقي. نتحدث عن لجنة درعا المركزية ولجنة خلية الأزمة، يعني قد خرجت بعدة تظاهرات شعبية ضمن مناطق سيطرتها إن كان في درعا البلد ولا أو في المنطقة الغربية. شبان اللجان المركزية حقيقة يعني هددوا النظام في حال اجتياح الكرك الشرقي، لن يقفوا مكتوفي الأيدي، سيقومون بالهجوم على الحواجز، سيقومون بمظاهرات بوقفات احتجاجية، وجميعهم حقيقة أعلنوا التضامن مع الكرك الشرقي من خلال التظاهرات الشعبية، ومن خلال أيضا كان هناك عدة يعني عمليات استهدفت النظام في مدينة درعا. كان هناك هجوم على حاجز المخابرات الجوية قبل يومين يعني تزامنا مع توافد الحشود العسكرية والتعزيزات إلى الكرك الشرقي. شكرا جزيلا لك أيمن أبو محمود الناطق باسم أحرار حوران، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. فرقت ميليشيا قصد بالرصاص الحي مظاهرة شعبية بريف دير الزور الغربي، وذلك احتجاجا على تفشي الفساد والأوضاع المعيشية والأمنية في المنطقة. وذكرت مصادر محلية أن مظاهرة شعبية خرجت في قرية حوايج بومصعى، حيث رفع المتظاهرون شعارات نددوا فيها بحالة الانفلات الحاصلة، وطالبوا بتحسين الواقع الأمني في بلدتهم والقرى المجاورة، وأيضا تحسين الواقع الخدمي والمعيشي بسبب الأوضاع المزرية التي يعيشها الأهالي. وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا قسد قابلت المظاهرة بالرصاص الحي. وفي شرق دير الزور أجبرت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني أهالي مدينة البوكمال على الخروج في مسيرات احتفاء بالذكرى الثالثة لسيطرتهم على المدينة. وأفاد مصدر محلي لأورينت أن الميليشيات دعت الأهالي لحضور الاحتفال أمام المركز الثقافي الإيراني في المدينة، عندما لم يجدوا تجاوبا قاموا بإجبار الأهالي على الخروج والحضور. نشر مركز ألما للبحوث والتعليم الإسرائيلي تقريرا حول حقيقة وجود ميليشيا حزب الله في جنوب سوريا. وأوضح التقرير الذي نقلته جيروسالم بوست أن للحزب ما يقارب 58 موقع، و28 من هذه المواقع هي للقيادة الجنوبية و30 لمشروع جولان. كما كشف التقرير أن القيادة الجنوبية التي يقودها منير علي شيتي لها مهمة أساسية، وهي إنشاء بنى تحتية لحزب الله في المنطقة، وليس فقط جمع معلومات عن الجيش الإسرائيلي، فضلا عن تدريب الفيلق الأول لميليشيا أسد.
وإلى ألمانيا، حيث رفع مواطن ألماني يدعى مارتن لوتوين دعوى بحق جهاز الأمن التابع لميليشيا أسد بعد خوضه تجربة الاعتقال في أحد الأفرع الأمنية بدمشق. ونقل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين عن مارتن شهادته على الانتهاكات وقتل سجناء آخرين كانوا قد اعتقلوا معه خلال 48 يوما، وهي مدة احتجازه في دمشق. وعبر مارتن عن رغبته في توعية الناس بما يحدث كل يوم في سوريا، مشيرا إلى أنه تعرض للتعذيب على مدى يومين وشعر وكأنه حيوان بحسب وصفه. انتهت الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بمقر القوات الدولية يونفل في مدينة النقورة اللبنانية على الحدود مع إسرائيل وسط تكتم شديد من الطرفين. وشارك في المفاوضات ممثلون عن الأمم المتحدة والوسيط الأمريكي جون دروشر، إضافة إلى الوفدين الإسرائيلي واللبناني. وتقول إسرائيل إن الخلاف يدور حول منطقة بحرية ممتدة على مساحة 860 كيلومترا، فيما يؤكد لبنان أن تلك الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة. قال مسؤول انتخابي كبير في ولاية جورجيا الأمريكية إنه لم يتم رصد أي مؤشر حتى الآن على تلاعب في إحصاء الأصوات بالولاية. كما طلب فريق ترامب المحكمة الاتحادية منع ولاية ميشيغان من التصديق على نتائج الانتخابات، حيث يتخلف ترامب بنحو 148 ألف صوت. لكن المسؤول في الولاية جاك رولو قال في بيان له إن حملة ترامب تروج لمزاعم كاذبة لتقويض الثقة العامة في الانتخابات. في الأثناء أيضا أعلن جو بايدن أنه اختار رون كلين مستشاره ومساعده لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارته المقبلة. قال مسؤولون في الفلبين إن مئات من الناس عالقوا على أسطح منازلهم في الفلبين وسط فيضانات واسعة النطاق بسبب الإعصار فامكو الذي ضرب جزء شرقي لجزيرة لوزون الرئيسية في البلاد، ما خلف قتيلا واحدا على الأقل وثلاثة مفقودين. كما تسبب الإعصار أيضا في فيضانات وانهيارات أرضية. ما شاء الله مجابل القرون شوي. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. المزيد دائما على منصات أورينت، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا على الموقع الإلكتروني orient-news.net. شكرا لطيب المتابعة وبأمان الله.